في هذه البطوله ممكن يكون عامل ازاي. كابتن احمد تحياتي ليك. اروح ازيك اروح ازيك يا ابو الكباتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. صحتك النهارده بدري، بس كنت بسالك سؤال جاوبتني الحقيقه اجابه قويه الحقيقه، مش هقول السؤال ومش هقول الاجابه، بس صحتك منهم ما تزعلش النهارده. انت عارف انا رايي على طول بروح انا حاضر على طول. حبيبي يا كابتن، رايك في مشوار منتخبنا كابتن؟ احنا بنتكلم البدايه هتكون امام موزمبيق ثم غانا ثم الراس الاخضر، ولكن ما بعد ذلك ان شاء الله في حاله التاهل المنتخبات الاصعب ثم الاصعب، ونتمنى طبعا الوصول لاصعب حاجه وناخد البطوله. رايك في البطوله كابتن في ظل طبعا هذه المنتخبات في البدايه، منتخب الموزمبيقي ثم منتخب غانا ثم منتخب الراس الاخضر؟ والله اكيد حظوظ منتخب مصر كاسمه وتاريخ وقوه، اكيد منتخب مصر المرشح الاول، يعني هو المرشح الاول في المجموعه دي. انت بتتكلم على منتخب مصر قوي جدا على طول، وعندك المنتخب الغاني، هم دول المرشحين. موزمبيق وراس الاخضر برضك فرقتين كويسين متميزين، بس مش نفس المستوى والليفل اللي موجود في مصر او غانا. بس اكيد طبعا انت بتعمل احترام للفرق المنتخبات دي كلها، الكوره ما فيهاش مستحيل زي ما انت عارف، بالذات المنتخبات اللي هي بتاعت راس الاخضر وناميبيا وجيبوتي والحاجات دي كلها، الفرق اللي هي برضك راس الاخضر، الفرق دي كلها المنتخبات دي كلها طورت نفسها بشكل جامد. يعني بقت الافريقي بقت اليومين دول استعانى بالمدربين الاوروبيين، بقت المدارس الاوروبيه كمان عملت سوق كويس هناك وعملت طفره كبيره موجوده في المنتخبات كلها. فانا شايف الحظوظ بتاعتنا منتخب مصر لازم يكون هي الاول ان شاء الله، والبدايه هي الماتش الاولاني ان شاء الله لو ربنا اراد. اشتغلت كويس في موزمبيق وكسبت الماتش الاولاني، هتبقى مستريح الماتش الثاني، هتلاعب غانا طبعا، نتيجه اي نتيجه مفيش مشكله تفرق معانا ان شاء الله. راس الاخضر نفس الكلام، بس البدايات في الماتشات دي في البطولات دي كمان بدايات بتبقى مؤثره جدا. اول حاجه بتدي انطباع للناس كلها اللي انت داخل، اللي انت مش بتتكلم عن الدور الثاني ترشح الدور الثاني، لا انت داخل على البطوله. الحاجه الثانيه كلها الناس كلها عارفه منتخب مصر عامله له سعر، فلازم صحيح وعامله له حساب، فلازم انت لازم تكون داخل البطوله دي مركز 1000%. الماتش الاولاني دوت هو اللي يعدك للدور الثاني بنسبه 60 70%. صحيح. طيب كابتن، دايما الماتشات او البطولات اللي زي كده بيبقى فيه تحضيرات، يعني من المدير الفني واللاعبين، ولكن للاعبين بالذات بقى انت كلاعب كره سابق و حاليا مدرب الحقيقه برضو، يعني البطولات الخاصه بكاس الامم الافريقيه لمنتخب مصر، ايه المطلوب من اللعيبه وايه الفكر اللي ممكن يكون عندهم في بطوله زي كده؟ اعتقد ان يعني من وجهه نظري الشخصيه احنا مختلفين عن المنتخبات الافريقيه الاخرى، يعني فكره الوطنيه اكتر، وانك عايز تفرح بلدك وعايز تفرح صحابك وتفرح الموجودين عندك في البلد وفي القرى وفي النجوع، يعني الامور دي برضو بتفرق مع اللعيبه او المنتخب يا كابتن صح؟ طبعا روح، هو اللي بيفرق منتخب مصر عن اي منتخب تاني اللي هي الانتماء، حته الانتماء، انتماء اللعيبه المصريين لمنتخب مصر بشكل اقوى من اللي هي اللعيبه الافارقه. اللعيبه الافارقه كلها يعني بيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا وانديه بسعر كويس، فهم انت عارف ان الدوري في اوروبا ما بيقفش في كاس الامم الافريقيه بتاعت اللي هي بتاعت افريقيا. فاللعيب الافريقي بيميز النادي بتاعه على حساب المنتخب. ففي ناس كتير، في لعيبه كتير بتعتذر، او في لعيبه كتير ما بترضاش تيجي، او حتى لو جت هتديك 50%، مش هيعمل ريسك، يعني مش هيخش يعور نفسه او يجي له اصابه او يجي له حاجه، هيبقى بداياته طبعا او تركيزه او كل تركيزه مع النادي بتاعه، عمل ايه الجوله اللي فاتت، كسب ولا خسر، مين اللي بيلعب مكان. فاحنا حتى في الحته دي مع المنتخبات احنا بنتفوق بشكل كبير. حتى كابتن حسن شحاته اللعيبه كلها، حتى مصر لما خدت 2006 و2008 و2010 ده كله فاروق باللعيبه المحليه، ما كانش عندنا حد محترف الا واحد ولا اثنين. حتى ناس مستغربه منتخب مصر ما فيهوش كم الموجود المحترفين اللي في الانديه الثانيه، انت بتلعب دروجبا، بتلعب ايتو، بتلعب الاسماء الكبيره دي كلها، وانت ما عندكش حد محترف الا واحد ولا اثنين. صح. فانت متفوق في الحته دي عشان الجماعيه بشكل كبير جدا، الانتماء، الاخلاص للعيبه موجود بشكل كويس في المنتخب المصري. لو جينا نتكلم على الشق الثاني، التجهيز، اكيد لعيبه منتخب مصر عامله حساب كويس جدا للبطوله ديت. تتكلم على اللعيبه لعبت قبل كده وعندها خبرات، بتتكلم على صلاح، لا تتكلم على تريزيجيه، بتتكلم على الشناوي، بتتكلم على حتى اللي في نص الملعب، بتتكلم على النني، بتتكلم على مثلا حتى محمد عبد المنعم كابتن لعب النسخه اللي فاتت اهو، احنا بنتكلم يعني لو جينا نتكلم على القوام الاساسي اللي موجود 70 80% من اللعيبه دي لعبت قبل كده، فدي حاجه مبشره اللي انت عارفه الانطباعات عامله ازاي وعارفه الماتشات الاولانيه دي بتبقى رد فعلها عامل ازاي. فانا شايف ان شاء الله هي البدايه، ماتش موزمبيق لو اشتغلت بشكل كويس واديت بشكل كويس، مش عايزين او نتكلم على لغه الاحترام في الكوره عامه، وارد كل حاجه اللي انت بتقلل من مثلا من فنيات